يا جماعة لازلنا متواصلين معاكم بالمنتج البطل هذا، أسميه البطل لأن فوائده كثيرة يا جماعة. هذا عبارة عن منتج طبيعي، غذاء طبيعي، سبحان الله، الله اختصه في الألياف الكثيرة اللي فيه، توصل حوالي 87% وهذه هي قدرتها على تنظيم السكر والضغط والكوليسترول، تنظيف الشرايين، وعلى أبحاث كثيرة مثل ما قلنا. وأنا كل يوم أعيد على المنتج هذا لأني شفت فوائد كثيرة وحاب الفوائد لكم إن شاء الله بإذن الله. وأنا بإذن تعالى بتم أعلن عن المنتج هذا لين آخر يوم في حياتي، لأن فوائده لا تعد ولا تحصى. طبعا مثل ما نعرف أن أمراض المعدة منتشرة في كل العالم، كل العالم بسبب الحياة، النظام الحياة الخاطئ والأكل السيء. وسبحان الله هذا المنتج وايد يساعد على المعدة ورفع المناعة والحموضة والإمساك والغازات والكوليسترول والكلى والديتوكس، يعني فوائده 25 فائدة. اللي ياخذ حسبة فائدة واحدة بيحصل 25 فائدة. خليكم المنتج هذا كوقاية من الأمراض، وأيضا يساعد على حل جميع المشاكل الأمراض سواء كانت المزمنة وأيضا المعدة. وأتمنى لكم إن شاء الله حياة سعيدة صحية.